شائعاته وأخباره غالباً يا إما عن ارتباطاته أو حفلاته، قليل قوي لما نسمع عنه شائعة بعيد عن كده. وتصدره للترند المرة دي غريب شوية، هو النجم عمرو دياب لما صرح طارق الشناوي عن أغانيه بطريقة غريبة وكمان مفاجأة عن اللي قاله. وهل فعلاً عمرو دياب هيكون له رد على تصريحات طارق الشناوي ولا لأ؟ تعالوا نعرف التفاصيل مع بعض. الناقد الفني طارق الشناوي معروف عنه انه مش سايب فنان في حاله ومش اي حاجه تعجبه، بس المره دي بقى كان له راي في عمرو دياب حظ الاسد. خلال حواره في برنامج العنيده على قناه الشمس قال ان عمرو دياب بياخد الجمل من على التكاتك ويعملها اغاني، بياخد كمان الحكم من التكاتك والميكروباصات واولاد البلد والشعراء اللي بيشتغلوا معاه وبيغنيها بطريقته، وده مش عيب. قال كمان ان اغانيه اغاني مهرجانات لولا ان هو بيعدلها بطريقته. تخيلوا اغاني عمرو دياب زي مثلا سبت فراغ كبير تتغنى بطريقه حسن شاكوش ولا عمر كمال مثلا. بغض النظر بقى عن ان النجم عمرو دياب اتجه مؤخرا لاغاني تندرج فعلا تحت بند الشعبي او اللي كله هيصه شبه المهرجانات كده زي انت الحظ، وقال كمان رايه بطريقه ان عمرو دياب بيغني المهرجانات ولكن باسلوب عمرو دياب، زي ما غنى عبد الحليم حافظ شعبي مش نفس الشعب اللي غناه محمد رشدي او محمد طه، لكن هو شعبي وده اللي بيعمله عمرو دياب في اغانيه. قال كمان رأيه بطريقة إن عمرو دياب بيغني المهرجانات ولكن بأسلوب عمرو دياب، زي ما غنى عبد الحليم حافظ شعبي مش نفس الشعبي اللي غناه محمد رشدي أو محمد طه، ولكن هو شعبي وده اللي بيعمله عمرو دياب في أغانيه. وكمان قال إن الثقافة الشعبية هي ثقافة كمان السائدة في المجتمع المصري دلوقتي، واختيارات عمرو دياب لده أو اختياره لده كمان يعتبر ذكاء منه. لما سألته المذيعة أغاني زي إيه أخدها عمرو دياب من على التكاتك، طارق الشناوي وقال لها كتير ومش فاكر، وذكر لها كمان اسم أغنية عم الطبيب. لما سألته المذيعة هل ده يعتبر إفلاس فني بالنسبة لعمرو دياب، طارق الشناوي قال لها لا خالص، ده يبقى موجته على موجة الناس، وإنه بيرتقي بحيث ما ياخدش الكلمة زي ما هي، بالعكس بيطورها وفي نفس الوقت بيغنيها بطريقته. وقالت له معنى كده إن أغنية برج الحوت اللي غناها للفنانة دينا شربيني كان واخدها من على ظهر توك توك، اللي هي مهما السمك كبر هفضل أنا الحوت، ولا أغنية اللي يمشي يمشي زي بعض واخدها من حكمة التوك توك المشهورة عملنا وما تمرش مع ناس ما بتقدرش، واللي ما تعرفش تعدله بدله. ممكن طيب ايه المشكلة الحكم دي تكون بتفتح له افكار لاغاني وفي نفس الوقت مناسبة لطريقته وبرضه للجمهور، خاصة ان كل حكم التكاتك معبرة جدا وحقيقية جدا عن غدر الاحباب والصحاب والخيانة، وكل الاغاني ماشية بنفس الطريقة، فليه لا؟ الحقيقه ان عمرو دياب مقل جدا في ظهوره الاعلامي، ومفيش مره طلع عليه كمان شائعه او كان في خلاف في حد ولقيناه ظهر في الاعلام وحكى تفاصيل، وده لاحظناه في شائعات ارتباطه وانفصاله بدينا الشربيني او خلافه مع شيرين عبد الوهاب لما قالت عليه في حفله من حفلاتها لو هو الهضبه فانا الهرم. تفتكروا ليه بيلتزم الصمت؟ يمكن لانه مش محتاج مثلا يبقى ترند ولا محتاج للشهره، ممكن خاصه ان كل يوم والتاني ليه اغنيه مكسره الدنيا. بس يا ترى انتوا مع ولا ضد كلام طارق الشناوي؟ وايه اكتر اغاني بتحبوها لعمرو دياب وشايفين انها شبه حكم التكاتك؟